السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الشرح الجديد، سعيد بلقائكم كالعادة. أتمنى من الجميع أن يكون في تمام الصحة والعافية. في شرح اليوم إن شاء الله سنتعرف على طريقة تغيير كلمة سر جهاز الإنيغما 2. طبيعة الحال بالنسبة للإخوة الذين يعني تعذر عليهم تغيير كلمة السر، أو يعني فقدوا كلمة السر، أو بعض الإخوان يقومون بتنصيب بعض الصور ويجدون مشكلة في التعرف على كلمة السر، هذه من جهة. من جهة أخرى يعني بالنسبة للإخوان الذين يقومون بتنصيب يعني سكريبت أو سوب تي في، أحيانا يعني تغير كلمة السر بما يعني مما يضطره يعني إلى البحث عن كلمة السر للدخول إلى الإف تي بي أو للأوبن ويبيف. طبيعة الحال اليوم إن شاء الله سنتعرف على طريقة يعني حذف كلمة السر أو تغييرها انطلاقا من الجهاز يعني كخطوة أولى. والخطوة الثانية إن شاء الله سنتعرف عن طريق تغييرها عن طريق يعني تيلنت، سواء عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف. كما قلت لكم إخواني، يعني العديد منكم يعاني من تغيير كلمة السر أو فقدان كلمة السر. سنتعرف إن شاء الله على الطريقة، حتى لو أطيل عليكم أنا الآن متواجد على صورة البيور وسأطبق الشرح على هذه الصورة. تقريبا نفس الإعدادات أو نفس الخطوات يمكنكم تطبيقها على سائر الصور الأخرى، يعني صورة الأوبن تي في، صورة الأوبن سبا، باقي الصور يعني كما قلت لكم. أول خطوة سأقوم بالخروج، ثم أقوم بالذهاب إلى منيو، ثم أتوجه إلى بارامتر، بعد ذلك سأذهب إلى سيستم، ثم أقوم بالبحث عن ريزو، ثم بعد ذلك أذهب إلى باسورد سيتاب كما ترون. يعني هذه هي الخطوة الأولى لنقوم بتغيير يعني كلمة السر. يعني على سبيل المثال بعض الإخوان يستخدمون صورة الأوبن تي في 6 يعني بطبيعة الحال يجدون مشكل في التعرف على كلمة السر، خصوصا يعني إذا أردت تمرير يعني ملفات عن طريق الـ FTP أو الاتصال عن طريق التلنت، يعني تجد مشكلة في الباسورد. هذه الطريقة التي سأشرحها الآن هي يمكنكم تمكنكم يعني بطبيعة الحال من تغيير كلمة السر. سأقوم بخروج ثم أعيد الطريقة مرة أخرى، منيو ثم أضغط على بارامتر، بعد ذلك أذهب إلى سيستم، ثم أتوجه إلى ريزو. يعني هذه الخطوات يعني يمكنكم تطبيقها على صور أخرى بطبيعة الحال، ثم باسورد سيت اب. تظهر معي هذه النافذة. الآن يمكنكم اختيار أو كتابة أي باسورد يحلو لكم بطبيعة الحال. أنا على سبيل المثال سأقوم بكتابة اسمي، يمكنكم الكتابة عن طريق الريموت كنترول، يعني سواء كان الباسورد يعني حرف أو رقم، يعني يمكنكم اختيار باسورد كما تشاءون. سأقوم بكتابة اسمي بطبيعة الحال كما ترون، قمت بكتابة كلمة ياسين، ثم أضغط على الزر الأخضر صوفي، وكما ترون انفورماسيون باسورد تشينجد، يعني تم تغيير الباسورد. أنا الآن يعني قمت بتغيير الباسورد انطلاقا من الصورة، يعني بالرغم أنني لا أعرف على الباسورد الخاص بي، أو نفرض أن الباسورد الخاص بي يعني قمت بنسيانه أو لم أتذكره، يمكنكم تغييره انطلاقا يعني من الصورة بعد الدخول إلى بارامتر ثم سيستم، نتوجه إلى ريزو، وبعد ذلك باسورد سيتاب، ونقوم بتغيير يعني الباسورد الخاص بنا. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تعتمد على بلوجين، ولكن هذا البلوجين يقوم بحذف الباسورد نهائيا. يعني نفرض أنك نسيت الباسورد ولا تريد يعني إدخال باسورد للصورة، فقط تقتصر على الأدرس أي بي وكلمة الروت للدخول إلى إعدادات الـ FTP أو لا يعني الـ Open WebF. طبيعة الحال يمكنكم الاستعانة بلوجين اسمه TS Panel، فأريكم هذا البلوجين. طبيعة الحال أقوم بالخروج، ثم أتوجه إلى لائحة البلوجينات، ثم توجه إلى TS Panel. هذه هي واجهة البلوجين TS Panel. لتنصيب هذا البلوجين يمكنكم البحث عنه يعني في الانترنت بهذا الاسم، يعني اسم TS Panel كما ترون، أو يمكنكم تنصيبه انطلاقا من تونيزيا سات أكتيف كود. سنشرح هذا البلوجين لاحقا إن شاء الله. ستقومون كما قلت لكم بتنصيبه انطلاقا من تونيزيا سات أكتيف كود بلوجين بانيل كما ترون. توجهون إلى بلوجين بانيل وتقومون يعني بضغط هنا على TS Panel، ثم تضغطون على تيليشارجي، وسيتم تنصيب يعني البلوجين أو الإضافة بداخل الجهاز. هذا يعني خطوة أولى لتنصيب البلوجين TS Panel. الخطوة الثانية، وسبق وأن يعني تطرقنا إليها في شرح سابق، يعني عن طريق سات Venus Panel.
يعني إذا قمتم بتنصيب ساد فينيوس بانيل يمكنكم كذلك تنصيب تي اس بانيل انطلاقا من ساد فينيوس بانيل، أو كما قلت لكم تبحثون عن البلوجين بالصورة عفوا يعني بالإنترنت. نعود إلى البلوجين تي اس بانيل كما ترون، ثم سنتوجه إلى هذا الخيار الذي يهمنا تولز، بعد ذلك باسورد ريزيت كما ترون. سنبثق هذه النافذة، لدي انيولي يعني بالزر الأحمر ورينيسياليز يعني بالزر الأخضر. على سبيل المثال قلت يعني نسيت الباسورد الخاص بي أو يعني قمت بتغييره وأريد حذفه يعني بشكل نهائي، طبيعة الحال يمكنني حذفه انطلاقا من هذا البلوجين وهو اس بانيل. سأضغط على الزر الأخضر وكما ترون باسورد ووز ريزيت تو بلانك، يعني تم حذف الباسورد بصفة نهائية. يعني كما لاحظتم يعني في البداية قمت بتغيير الباسورد وقمت بكتابة يعني كلمة ياسين. الآن بعد أن قمت بالدخول إلى تي اس بانيل وعمل ريزيت، يعني تم حذف كلمة ياسين أو الباسورد ياسين بصفة نهائية. يعني هذه من جهة، كما قلت لكم يعني هذه الطريقة يعني تمكنكم من حذف الباسورد نهائيا لمن يريد عدم استخدام الباسورد، ولكن من الأفضل يعني يجب وضع باسورد خاص بكم للجهاز وتتذكره. يعني هذه هي الخطوات الأولى لتغيير أو لحذف الباسورد من الصور كيف ما كانت الصورة. يعني أنا استخدمت صورة البيورو، يمكنكم استخدام صورة الأوبن تي في أو الأوبن سبا أو ما شابه ذلك، وتقومون بنفس العملية انطلاقا من داخل الصورة سيت اب باسورد خاص بالصورة أو عن طريق برنامج اس بانيل وتقومون بحذف الباسورد. يعني هذه هي الخطوة الأولى. إن شاء الله سننتقل إلى الحاسوب لأريكم طريقة أخرى يعني لتغيير الباسورد انطلاقا من الحاسوب. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كما تطرقنا في الشريط الأول إلى طريقة تغيير الباسورد انطلاقا من الصورة التي نستخدمها أو عن طريق إضافة أو بلوجين تي اس بانيل الذي يقوم بحذف الباسورد نهائيا، الآن سنتعرف على طريقة أخرى عن طريق برنامج البوجي. يعني سنقوم بتغيير الباسورد أو إضافة باسورد جديد إلى الصورة انطلاقا من برنامج البوشي الغني عن التعريف الذي سبق واستخدمناه يعني في العديد من الشروحات. يعني بعد الضغط على برنامج البوشي هذه هي واجهة البرنامج. هنا بطبيعة الحال نضع الاي بي الخاصة بالجهاز، يمكننا استخدام الـ SSH أو التيلنت يعني عن طريق التيلنت الذي يستخدم البور 23 أو الـ SSH البور 22. سنضغط على تيلنت ثم أضغط على Open، تظهر معي هذه النافذة كما ترون. هنا يعطيني يعني الجهاز الذي أستخدم يعني جهاز أوكتاغون SF8008 وكذلك صورة البيور نسخة 6.5 الخاصة بجهاز أوكتاغون SF8008. سأقوم بكتابة كلمة الروت طبيعة الحال هنا وأضغط على Entry. بعد الضغط على Entry أنا الآن بداخل الجهاز. لماذا أنا قمت بالدخول إلى الجهاز بدون يعني الحاجة إلى الباسورد؟ لو تذكرتم يعني أنا سبق وأن حذفت الباسورد انطلاقا يعني من برنامج تي اس بانيل، لذلك لن يحتاج الجهاز إلى الباسورد، فقط كلمة الروت تضغط على أونتري يقوم بإدخالك إلى داخل الجهاز. لتغيير كلمة الباسورد أو إضافة كلمة الباسورد سنقوم يعني بكتابة كلمة باس دبل في دي ونضغط على أونتري. كما ترون نيو باسورد هنا، الآن يمكنكم كتابة أي باسورد يحلو لكم طبيعة الحال لإضافته إلى الجهاز. سأقوم بكتابة باسورد ثم أضغط على Entry، بعد ذلك Retype New Password يعني نفس الباسورد الذي قمتم بكتابته تقومون بإعادة تكراره مرة أخرى. سأقوم بكتابة الباسورد مرة أخرى ثم أضغط على Entry. Password Updated Successfully يعني تم تغيير الباسورد بنجاح. الآن الجهاز يتوفر على باسورد أو الصورة التي أستخدم تتوفر على باسورد. يعني هذه هي الطريقة لتغيير الباسورد عن طريق التلنت أو SSH. سأقوم بالخروج ثم أعود إلى برنامج مرة أخرى. هذه المرة سأستخدم يعني SSH، أضغط Entry ثم بعد ذلك سأقوم بكتابة الباسورد يعني كلمة الروت. هنا يطلب مني الباسورد الذي استخدمت بطبيعة الحال، سأقوم بكتابته ثم أضغط على Entry، وبذلك يعني أكون قد دخلت على يعني الجهاز يعني بوضعية الروت. كما ترون الآن يعني بداخل جهاز أوكتاغون SF8008
بوضعية الروت. كذلك يعني سواء استخدمنا التيلنت الأول يمكنكم استخدام يعني الـ SSH، يعني هما متشابهان. يعني أهم شيء وهو تغيير باسورد. نعيد نكرر يعني الأمر هنا، باسورد، نضغط أنتري، يطلب منا كتابة الباسورد، نكتب باسورد الذي نريد إضافته إلى الجهاز، نضغط أنتري، ثم مرة أخرى قوم يعني بتأكيد الباسورد الذي استخدمناه، ثم أضغط على أنتري، وبذلك أكون قد غيرت كلمة السر والعملية نجحت معي. كما ترون هذه هي الطرق التي استخدمها أنا شخصيا يعني في تغيير باسورد، على سبيل المثال عن طريق برنامج البوتي إذا كنت أستخدم الحاسوب أو الهاتف، أو انطلاقا من الصورة. يعني بالنسبة للإخوان الذين لا يتوفرون على حواسيب يمكنهم القيام بالعملية انطلاقا يعني من الصورة وكتابة الباسورد الذي سيشتغلون عليه للدخول إلى إعدادات FTP أو لتمرير ملف القنوات. يعني كانت هذه هي الطرق. أتمنى أن ينال الشرح إعجابكم. في الختام أدعو الجميع يعني للاشتراك بالقناة لإن شاء الله مزيد من الشروحات. دائما سنبحث في شروحات جديدة ونضعها يعني بالنسبة للإخوان المبتدئين الذين دخلوا عالم الإنيغما بطبيعة الحال، وكل مرة يعني سأضع لكم شرح جديد إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله في فرصة مقبلة. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.